في قناة حسين يفكر هنالك الكثير من القصص والمواقف بانتظارك. أضف القناة وأنصت إليها جيداً ولا تخبر أحداً بما تعلمت. راح أقول لكم شنو مشكلتي بشكل جداً مختصر. لاحقني من الديرة ليه بيتنا عشان الفلجاوي الناقد قاعد أفرك والله قاعد أفرك ولا يدش لي من أكام ثاني هم بصك بلوك. كمية صعوبة وايد عالية. تعرف الشعور اللي انجرحت؟ أعتقد الموضوع وايد كبر. ما تدري أنت تتحكم بمنو؟ حسين الإعلامي، حسين أنا حسين الفلجاوي. حسين سوى، حسين تكلم، حسين الناقد، حسين الأكاديمي. كلام ما ينقال. قصة دمرتني، وايد أذاني. أنا سيلف الفلجاوي، ناس تعرفني أنا ناقد، ناس تعرفني أنا شخص أكاديمي، ناس تعرفني أن أنا كاتب روائي، والمعظم يعرفون أن أنا إعلامي شاب في المستوى المحلي. لكن دائما القلم الناقد يكون يعني من الأقلام اللي جدا حساسة وما حد يحبها بشكل عام. أنا درست تخصص ما حد يحبه، واكتشفت هالشيء عقب ما أنا تخرجت من الجامعة. شنو شهادتي؟ شهادتي بكالوريوس نقد وأدب، وتحديدا نقد مسرح، النقد الفني بشكل عام. اكتشفت بعد هذا ان ما في احد من الناس يحب ان احد ينتقده او يقول انت سويت شيء غلط. قليل جدا اللي يسمعون حق اقلام النقاد بشكل عام، ان احد يجي لي ويقول لي كلمه ويقول لي مثلا انت سويت شيء غلط لازم ما تعيده وتعلمني الصح، ما حد يتقبل. احنا بحياتنا بروتيننا اليوم اذا احد قالنا ليش سويتوا كذي او سويتوا شيء غلط ممكن احنا نشيل عليه او نضايق، فما بالك من الفنانين والاشخاص المؤثرين اللي عندهم قاعده جماهيريه جدا كبيره. وهذا الشيء اللي دخلني بستين داهيه مع وايد ناس، مو بس بالفن، حتى اشخاص مو مؤثرين وايد في المجتمع. شلون بدايتي وشلون صارت المشكله وشلون معظم الاشياء اللي قدم لي صراعات نفسيه وضغط نفسي واعتداء وصل لي الضرب بالكلمة. وايد عادي ان انت تطلع من بيتكم عشان تروح تاخذ لك كوفي وترد البيت، لكن مو وايد عادي ان انت تاخذ كوفي ويا شخص يلحقك من المكان اللي انت كنت فيه ليه بيتكم عشان يقول لك لا اصيدك كاتب مقالة في مكان معين، لا اصيدك كاتب جملة بخصوص جروب معين فني. انا هني صار لي يعني اوكي انا صدق انا اكتب مقالات نقدية واحاول اني انا ابين انتقادي حق ناس، لكن انصدم اذا احد توصل في المرحلة انه يجيلك ويضرك. انا جايلك رسمي ابي انا شخصيا ابي اضرك، انا ماني قايل منه. لكن من احدى القصص اللي مرت علي وايد وانتشرت وكل ما اروح مكان يسوي شنو مشكلتك مع الشخص الفلاني، شنو مشكلتك مع الشخص الفلاني، راح اقول لكم شنو مشكلتي بشكل جدا مختصر. لما انا اقدم مقاله في 2016 باحد الفنانين في مسرحيه الحكم لكم، وكانت مقالتي ان انا ابي اجرب النقد على هذا الفنان لاني كنت طالب في السنه الثانيه اتوقع بالجامعه، والمسرح التجاري او المسرح اللي فيه كميه كوميديا عاليه هذا احنا ما نسميه مسرح اكاديمي او مسرح نخبوي، احنا نسميه المسرح اللي عشان ادش واضحك واطلع، فهذا عندي مجال كبير ان انا اتمرن عليه بمقالاتي. لما انا حضرت المسرحيه انصدمت للامانه، يعني اللي انا قاعد ادرسه شيء واللي قاعد اشوفه حي قدامي على الخشبه شيء ثاني. فكتبت اول مقاله لي بالانستغرام ونشرتها من بعدي وايد صح الكترونيه، ما توقعت ان هذا التاثير. اذا كان كلامك يضايق الطرف الثاني ولما يضايقه يدري انه هو قاعد يسوي شيء غلط راح يرد عليك ويناجرك ويتهاوش معاك واحتمال يصكك بلوك، بس لان انت قلت الصدق وحاولت انك تبين وجهه نظرك بشكل جدا صحيح. وكل كلمه انا ذكرتها بالمقاله الاولى مبنيه على اسس علميه صحيحه، واللينك تحتها راح احطه لك. وبعد فتره جت لي دعوه من احد القائمين على هذه المسرحيه اساس اني انا احضر المسرحيه كدعوه خاصه. لما دخلت على الطالب الطالي شفت مسرحيه كلب تكررت اكثر من 23 مره، بعدها بدقائق لما انا قدم مقالتي النقديه يجيلي بلوك وما اعرف ايش وهجوم. ليش الضغط النفسي هذا؟ انا كنت مبتدئ كقلم واعد. المشكله اذا انت انتقدت مشهور يجولك ناس ما تدري من وين يجرحون فيك وبسمعتك، وضغط نفسي وكلام مين قال ويعني وقيل وقال وناس تدق عليك تبي تعرف شنو صار وانت للحين ما تدري، انت بس قايل رايك، ولان رايك صحيح وايد اثر فيهم. بعدها على طول صار جدال بيني وبين هذا الشخص بالانستغرام، وكان الموضوع وايد طبيعي انا كنت اشوفه، لكن لما يجي لي بتويتر ويسوي لي منشن ويقول لي مالت عليك وعلى ثقافتك، هني قلت الموضوع صار شخصاني اكثر من ما هو انتقاد وقبول. بعد سنه قررت اني انا احضر مسرحيه عطاري بطالي، هذه المسرحيه بشهر 2 سنه اتوقع 2017
17 او 18 ما اذكر بالضبط، وحضرت وانا متحمس ان انا اشوف اداء نفس الفريق بسنه مختلف. واللي حمسني اكثر ان كاتب المسرحيه كان هو الكاتب احمد العوض. احنا دائما نعرف انه هو قلم اكاديمي نخبه ويكتب حق المسرحيات اللي تشارك بمهرجانات. بعيدا ان الموضوع يمكن قاعد يصير معاي بشكل شخصي، صار فيه هجوم بتويتر بس طلعت كتبت مقالتي النقديه. يعني تعرف اللي تقول ايش دعوه، شنو مسوي، انا ترى مجرد كلام انا ذكرته. يعني بالنهايه حتى لو انا مو دارس نقد، انا قلت رايي بالعرض بعد ما انا شفته، ليش تقول لي يعني كلام وايد يدمر؟ مع ذلك قاعد اكتشف اللي قدامي، ان اقول له انت الحين مثقف وتدعي القلم الجميل، وين راح الكلام هذا كله لما احد ينتقدك؟ بينت صوره قدامي ان تخصصي وايد ناس ما تحبه. مع هذا ضغط تويتر، كل الناس تبي تعرف شنو صاير، ايش فيكم انتوا الاثنين، ليش حسن البلام يطلع مع علي نجم يتكلم ويقول هو سؤال وجواب، هو رفض قبول. انت ذا ما عجبك سؤالي تقدر ما ترد. بالنهاية انا ناقد، انا تخرجت ودرست 4 سنين عشان انتقد هذا الشيء، يعني انا متخصص بالمجال اللي انت قاعد تقدمه. بس يمكن وقتها ما كان عندهم خلفية كبيرة طريقة التهديد، ما ادري. بس خل اقول لكم ان شاء الله، كمية ضغط كبير لما انت تكون ناقد او انت عندك مفاتيح نقدية جميلة تبي تقدمها حق اي انسان، ضع نفسك مكان الاخر قبل ما انت تقول اي شيء. يمكن انا تعرضت حق الهجوم هذا وانا كنت قده في مرحلة من المراحل، لان الناس اللي تحبني قريبة مني حولي يعني تساعدني سواء بالكلمة او بالجانب الحسي. بس انا متأكد ان في ناس تنهار من بداية الموضوع وما تكمل. فاذا انت كنت داش هذا القالب، قالب القلم، انت لازم تستمر عشان تحمل. حسين انت ليش متكلم الحين؟ ليش ما تكلمت قبل؟ انا تكلمت وقتها وحاولت اني انا ابرر، لكن لما يجيلك واحد عنده مليون متابع وانت يكون عندك خلينا نقول 1000 عشان لا اظلم نفسي، 1000 متابع، انت راح تضيع، راح ياكلونك. احنا ب 2020 والموضوع صار لي ب 2017 و16 و18، الناس للحين تسالني مرات شنو المشكله؟ فهذا الفيديو يوضح المشكله كلها، المشكله اني انا قلت رايي ما عجبه، صارت لويا، كبر الموضوع بالاعلام وخذ اكبر من حقه. الاكاونت ماله شفت انه هو ضد، لمجرد ضد لان كل صوره مع طارق بالديوانيه وبالمدري شنو، هذا نفسه حسين الفلشاوي، فشفت وايد. وبعدين اللويا كلها هو قال في اللقاء انه انا قريب من طارق العلي، والله ما سويت له فولو بحياتي. لا تلوموني اذا انا بينت رايي، لا تلوموني اذا انا قلت وجهه نظري بشيء مو زين، شيء مو حلو، يضحك معاكم حق، بس سيء، بس يهدم فكر، يهدم طرح، يهدم، بس شنو يضحك عادي خلي يسب. لا ما يعني ما يصير. فوين يعني احيانا انت لما تضيع بين اعداد كبيره ما حد راح يسمعك، ما حد راح يقول لك. انضغط اي والله، ضغط نفسي دمرني. البعض يمكن يشوف ان هذه مشكله شخصيه، بس لما هي تصير بالاعلام تذاع في احد الاذاعات، لا ما تصير شخصيه، تصير معركه. ختام هذا المقطع البسيط جدا، اذا انت عندك قلم تبي تكتب اكتب، مهما كانت وجهه نظرك لازم تكون مدرك حق رده فعل اللي قدامك، شنو ممكن يقول لك، شنو ممكن يرد عليك، يضغط عليك نفسيا، يدمرك. انت لازم تكون مهيئ، لان ما في احد يشوف احد قاعد يضره او يضايقه بشيء معين وبيسكت، انت لازم تهيئ نفسك. ها، وترى النقد فن، اذا النقد ما كان موجود يصير كل شيء بالدنيا هذا حلو، كل شيء بالدنيا هذا واو، ما في تعديل، ما في احد يتطور. انت لو ترجع 3 سنوات راح تشوف ان انت كنت وين وصرت وين، شكلك يتغير، كلامك يتغير، الفكر يتغير، وما بالك اذا ما كان في نقد، ما حد ينبهك، ما حد يقول لك لا كذي افضل عليك. هذا بشكل جدا نازل انا قاعد اقول لكم البوينت اللي ابي اوصله، بس اذا انت عندك مهاره بهذا الشيء لا توقف. اخر شيء ناس تعرف ان انا مجموعه انسان، جربت وايد اشياء بكذا مجال، ويمكن من خلال هذه القناه ما راح تشوفون بس شخصيه حسين الناقد، لا نهائيا، راح تشوفون حسين ممكن يسوي تجربه، يسوي لقاء، يطلع يتكلم عن موضوع معين، يحفز الناس، يمكن وايد اشياء. عشان كذي دائما اكتب بالبايو بالانستغرام ولا اي مواقع تواصل اجتماعي حسين ناقد كاتب اكاديمي واشياء اخرى، اشياء اخرى وايد، حتى بالهايلايت مرات تشوفوني ارسم، يعني وايد اشياء. وهذا الشيء انا اكتشفه بوايد ناس. انا موضوعي اليوم كان على نقد، كان على توضيح، كان على رد، كان على ضغط نفسي. انت تقدر تطلع تتكلم، ما في احد راح يوقفك، ما في احد راح يقول لك لا كذي ما يصير، لا انت ما دام انت عندك مهاره تقدر، ما في احد راح يمنعك. احنا ب 2020 واحنا بامكاننا ان احنا نصنع شيء عجيب، ما دام احنا عندنا الادوات الصحيحه نقدر نطلع ونتكلم. اتمنى من كل قلبي ان المقطع كان توضيح، كان سلس عليكم، الله يوفقنا بداية موفقة، اول مقطع، يعطيكم العافية.